السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى بقناة أملة للطبخ. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا جميع بطبوط أو شيار أو مخمار ملوي خفيف ومفشفش من الداخل. الطريقة إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة، خاصة المبتدئات اللي يبغيو يعملوه في هذا رمضان الكريم إن شاء الله. فبقوا معايا من الأول حتى الآخر باش نجح لكم هذه الوصفة إن شاء الله. وما تنساوش تدعمونا بلايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب، وكتبوا لنا واحد تعليق صغير، ولو بغيتوا تشاركوا معنا مرحبا بكم. كنتم مهتمين بهذه المواضيع فما عليكم غير تهبطوا لتحت اشتراك وكليكي على اشتراك، ومن بعد واحد الجرس كليكي عليه باش يوصلك الجديد ديال القناة. وجزاكم الله خيرا، ونبدأ الوصفة ديالنا بإذن الله. نجيبوا الخلاط الكهربائي ديالنا، غنعملوا فيه 250 غرام ديال السميد الرقيق، السميد الرقيق يعني كوب ديال السميد، وغنزيدوا ليه جوج اكواب ديال الماء، يكون غير دافي ما يكونش سخون، غير دافي. يعني الا خدمتي بزلافه تعملي زلافه السميده وجوج زلايف ديال الماء. وغنزيدوا معلقه صغيره عامره ديال الخميره الفوريه وقبيسة الملح، وغنخلطوا هذا الخليط ديالنا مزيان. الخلاط الكهربائي كما كتشاهدوا، من بعد غادي نخويه في شي اناء فين غادي نحاولوا نخلطوا العجين ديالنا. انا غيرت الاناء وعملت هاد القصعه هادي قصريه باش يليق ليا نعجن هنا، نعجن العجين فيها. هنا غنزيدو 250 غرام ديال السميد، فانا استعملت السميد والفينو. هذا عفوا، هذا 250 غرام ديال الفينو اللي زدت الاولى، انا ما استعملش الدقيق، استعملت هي السميد الرقيق في الاول، ودابا كنزيد الفينو، دقيق الفينو باش كنخلط الضابة. انا زدت الزلافة الاولى وما زلت نخلط، لان العجينة ديالنا ما خصهاش تكون قاسحة، خصها تكون متلوقة وكتلصق في اليد، ما كدلكيش بزاف غير بهذه الطريقة هذه. تخلط خفيف، انا كنحاول نزيد الفينو شوي مور شوي حتى تقاد لي العجينة. العجينة ديال الشيار ديالنا او البطبوط او مخامر ملوي، فكتكون بهذه الطريقة هذه، كتكون متلوقة وكتلاصق لك في اليد. كتحاولي ما يمكن تستعلي بالزيت، زيت المائدة. دابا غادي نغطيوه، غندهنوه بالزيت شوية من الفوق باش ما تلصقليناش، تلصقليناش السلوفان عليها. ونخليو العجين ديالنا تختامر في واحد نص ساعة هكداك، ماشي بزاف. بعد نص ساعة غادي نعريو العجين ديالنا، غنجمعها بهاد الطريقة هادي كيما كتشاهدو. غنديرو يدينا بالزيت ونحاول نقطعوها، نديرو طريفات بحال هاد الطريقة هادي، كويرات. نستمر بهاد الطريقة حتى نساليو العجين ديالنا. بعد ما سالي العجين كيما كتشاهدو، نحاولو ديما نديرو نعملو الزيت باش ما تلصقليناش العجينة على البلاطو فاش شطيتيهم أولا فوق هاد البوطاجي بحال هكدا. كنديروه بالزيت هي اللولة حتى نحطو العجين ديالنا. ها
دابا نحاولوا نرسم غير شويه بالطريقه هذه، اي واحد شويه باش ما يكونش عراض، غير صغار، غير تقرصيو غير صغار. ديما حاولي تعملي ديري الزيت في يديك وفي هذاك المكان اللي كتخدمي عليه. دابا عندي الزبدة هنايا راه متلوقة بالزبدة، يعني بحرارة المطبخ كنبقى نزيد نحط الزبدة على دوك القريصات ديالي، كل وحدة كنحط لها واحد شوية وكنرشهم بشوية السميد، السميد الرقيق الطريقة اللي كتشاهدوا. من بعد نهزو نحطو وحدة فوق وحدة، نحاولو معاكم نعملو ثلاثة. ثلاثة ثلاثة على الشكل. هنا غادي نجمعو العجين ديالنا كيما كتشاهدو بحال هكذا، دوك الثلاثة ديال الخبيزات غادي نجمعوهم بهاد الطريقة هادي كيما كتشاهدو، وغنحطوهم في القصرية ديالنا ولا في شي بلاطو ولا في أي حاجة. طريقة سهلة خاصة للمبتدئين والمبتدئات اللي بغاو يعملو مثلا هاد مخمار ولا البطبوط ولا الطريقة جد سهلة. كنحاولو نديرو بالزيت باش ما يلصقو ليناش على القصرية ولا البلاطو ديالنا. هنا عاوتاني غنحاولو نديرو بالزيت وغنغطيوهم ونخليهم عاوتاني واحد نص ساعة حتى يختمروا مزيان. هكا كندير لهم داك السيلوفان باش ما يلصق ليناش الثوب عليهم، بس نخليهم يختمروا واحد نص ساعة ونرجع لهم. بعد ما اختمروا كتشاهدوا دابا غادي نحاولوا نخبزوهم او نطيبوهم، غندهنو عاوتاني بالزيت. دهني يديك ديما بالزيت، تكون على المقلة سخونة كما بغيتي، ديك المقلة ديال الحرشة او غاديك المقلة الصغيرة الاخرى اللي ما كتلصقش. انا كنرشها شوية بالسميد من الفوق كما كتشاهدو، ممكن ترشيها ممكن ما ترشيهاش، هذاك اختياري. كل العافية متوسطة، هو كيما كتشوفو كيدير هادوك الفقاعات. أنا عملت هادي شوية صغيرة وغليظة غير باش تلاحظو الفرق. أنا حاولت هادي نخليها غير شوية غليظة، فعندكم الطريقة اللي بغيتو ديروهم غلاظ بحال الطريقة هادي، يعني ما تقرصيهاش بزاف باش تبقى غليظة. وهي ختامها كتبان ختامها قدامكم. وهادو الاخرين انا حاولت نبسطهم اكثر كيما كتشاهدوا، راهو كي كتبان هذوك الفقاعات ديال العجين، فمن الداخل كيبان كيولي هشيش بحال الشفنج. صافي كتحمر الجهه الاولى كتقلبيها على الجهه الثانيه وكتحيديها وكتعاودي نفس الطريقة التانية. وحاجة أخرى، ممكن ما عندكش الفينو ممكن تستعملي الدقيق بلاصة الفينو، أو لا ممكن تكملي غير بالسميد إلا عندك السميد ديريها كلها غير بسميدة. وحاولوا تجربوا هاد المخمار، صراحة غاي يدفعكم في ايامات رمضان ان شاء الله.
احنا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة وتكون مفيدة ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال ولا شي اقتراح مرحبا بيه، كتبوا لي في التعليقات. وشكرا على المشاهدة، وإلى فرصة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.